اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حلقتنا مع شباب الوتر بولو. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، الشغل او المكسب ما بيجيش من شغل فني فقط وشغل بدني فقط، ولكن النهارده الاعداد النفسي والعقلي يعني لا يقل اهميه، بل بالعكس في اوقات كثيره جدا بيفوق الاعداد البدني. فالنهارده بنرحب بالكابتن احمد الحفناوي اخصائي الاعداد النفسي والعقلي للفريق. اهلا بك يا كابتن احمد. منورنا والف مليون مبروك. شكرا شكرا جزيلا. بنرحب بلاعب الفريق ونجمه عمر غنيم مواليد 2002. اهلا بيك عمر. اهلا ومبروك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك. كابتن احمد، يمكن اجي لحضرتك في البدايه، يمكن الاعداد النفسي دلوقتي بقى صداع في راس اي جهاز فني. ليه؟ لانه في اوقات تلاقي لعيبه في مستوى عالي جدا، انما بسبب العقلي والنفسي بيحصل له ضرب. اشتغلت ازاي مع الفرقه دي، خاصه ان انت عندك مشكله ان اللعيبه مش كلهم عمر سن واحد؟ ده حقيقي. عندك 2005 و4 و3 و2، اشتغلت على الفرقه دي ازاي بحيث توصلهم نفسيا فت للمباراه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، مبدئيا احنا اشتغلنا مع الفرق بالتناسق مع كابتن وائل عزت، والتناسق كمان مع كابتن وليد عزت وكل الناس القائمين في الجهاز في الحته الفنيه. التناسق ده تم برضو، خدناه لدرجات تحت ان احنا نسمع كل الكوتشز اللي بيمرنوا كل مرحله سنيه، هم شايفين من وجهه نظرهم ايه هي المشاكل، ايه هي التحديات. وصد ان احنا كمان بنقعد مع اللعيبه، احنا دايما بيبقى عندنا تو دايمنشنز اللي هو بيسموهم بعدين. بعد ليه علاقه بالفريق، والبعد الثاني ليه علاقه باللعيب لوحده فردي بقى. لان الشغل الفردي احيانا ممكن يبقى عندك لعيب كويس جدا، ولكن هو عنده تحديات ما بيعرفش يدير بيها قوي منظومه المشاعر او منظومه الافكار، او ما يعرفش يدير بيها المواقف اللي ما بيبقاش عامل حسابه عليها، انا اتعامل فيها ازاي. صحيح، ده نمرة واحد. واولها الحته اللي ليها علاقه بال 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 بالحته دي، هو كرة المية لعبة تنافسية قوي، وبالتالي اللاعب بيبقى عاوز يفوز بأي طريقة. نعم. البالانس أو التوازن النفسي جوه المية مهم. يعني لو أنت نازل جوه المية وحضرتك عندك سنة خوف أو قلق، ده يأثر على البرفورمانس 100%. ولو حضرتك نازل جوه المية وعندك حماس زايد عن اللزوم، برضه يأثر على الأداء. العكس صحيح. والعكس صحيح، هيأثر صحيح على الأداء. اللي هديك مثل بسيط، أنا النهاردة لو داخل أشوط بلن بس أنا متحمس جدا جدا أنا فرتك الجون. الكرة على فكرة ممكن تطلع أوت. صحيح، لأنت في باور زياده، في باور زياده. انت لازم دايما اللعيبه محتاجه تبقى فاهمه انه البالانس اهم حاجه. ولو حضرتك زي كل المصريين كانوا متابعين كاس العالم، هتلاقي حضرتك ان المباريات كاس العالم لما كان بتبقى الكومبيتيشن عاليه قوي، هتلاقي دايما الكاميرا كانت بتيجي على الكباتن، تلاقي الكابتن دايما بيعمل الحركه دي. ايه ده؟ ليه؟ عشان يرجع للبالانس تاني. لان البالانس ده مهم انه يخلي اللعيب يطلع احسن بيرفورمانس عنده في ظل الضغوط اللي موجوده. الله. تمام. وخلي بال حضرتك ده برضو موضوع في منتهى الصعوبه على اللاعب. لو ما لقاش مساعده من حضرتك يعمل ده ازاي؟ ما كل اللعيبه المدربين خليك استهدى، بس هنفذه ازاي؟ صح. صح؟ عشان كده في تمرينات كتير قوي زي التصور الذهني، بتأهل اللعيب قبل ما بينزل ان هو يبقى عنده تصور ذهني لدوره جوه الميه يعمل ايه، وبنحط لها سيناريوهات كتير. يعني هم دايما يسرح ويعيش في المباراه وهو لسه ما لعبهاش. وهو لسه ما لعبهاش. التصور الذهني مهم جدا، لانه بيخلي اللعيب بالظبط عامل زي الطالب اللي نازل مراجع المنهج جوه دماغه. فالسيتويشن لما بيحصل رد الفعل موجود لانه اوريدي خزنه. تمام، موجود عنده. تمام. الحاجه الثانيه المهمه البريذنج تكنيكس. اللعيبه بتتعلم ازاي تقدر تعمل بريدنج تكنيكس لما الدنيا تشد معاهم، ازاي التكنيك بتاع البريدنج اللي هو التنفس بتاعه يقدر يظبط التنفس، يظبط مع ايقاع القلب، تظبط الدوره الدمويه، المخ بالظبط ياخد نفسه، تبتدي يهدى، يبتدي يفكر تاني كويس، يرجع يريفولف او باعاده صياغه دوره جوه الميه بهدوء من غير ما يكون في تدخل لاي نوع من انواع النيجاتيف ايموشنز او المشاعر السلبيه اللي بتبقى مسيطره عليه. عايز اقول لك كابتن، كلامك معايا ريحني والله العظيم. انا يعني مذيع، كلامك معايا اداني، يعني لو لعيب احس ان الدنيا هديت وحاسس ان انا كنترول دماغي كويس. لا ما شاء الله، ده عالم كبير كبير. طب اجي لك عمر، يمكن انت يعني مواليد 2002 والبطوله كانت صعبه من وجهه نظرك انت. طبعًا. اصعب مباراه كانت ايه من وجهه نظرك؟ اصعب مباراه كان ماتش اليوبلس طبعا، اللي تعادلنا فيه. عشان هو كان الفوكس كله عليه من الاول، ان احنا عارفين ان ده الكومبيتيتور بتاعنا في الاساس. بس وكان الموضوع بالنسبه لنا ان احنا نازلين الماتش ما فيش اوبشن ان احنا نخسر ده ولا حتى نتعادل. طب التعليمات اللي اداها لك كابتن وليد قبل المباراه والجهاز بالكامل، طبعا مش ليك انت، للفرقه،
كانوا اكيد قروا هليوبوليس وشافوها أكيد. كانت التعليمات ايه؟ يعني ايه التعليمات الفنيه اللي انتوا شفتوها او اللي اتقالت لكم قبل المباراه؟ ان احنا يعني كان المين بتاع التعليمات كلها ان احنا لازم نفضل جوه فريم اللعب، ما نخرجش براه، عشان اي حاجه هتحصل هتسبب خلل ده هيؤدي ان احنا ممكن تحصل حاجه منهم احنا مش متوقعينها او مش حاطينها في فريم الخطه. طيب ده بالنسبه للناحيه النفسيه شويه او الذهنيه، طب الفنيه هل نلعب عليهم اسرع؟ هل الطلب منكم لا ندافع على ده اسرع يعني فنيا بقى كلمني فنيا. كان المفروض ان احنا نلعب على الفيزيكال بتاعنا عشان ده حاجه احنا متميزين فيها، احنا اقوى بالظبط. ان احنا يعني الفتره اللي فاتت اللي اتمرناها كلها كنا مركزين جدا على العوم وعلى الجيم سرعات، فالفيزيكال بتاعنا كان المفروض اعلى، يعني اعلى فرقه في فيزيكال، وده اللي احنا الحمد لله كسبنا بيه وتعاملنا على اساسه مع كل الفرق الفيزيكال. برافو كويس. انتوا عارفين قوه نقطه قوتكم ايه طبعا. والجهاز الفني عارف هو رايح بيكم في ايه او فين، فانتوا لعبتوا على الفيزيكال، البادي كونتاكت، الجري، العوم بسرعه على الاجوان. طيب يعني على المستوى الشخصي كنت شايف انه قبل ما نخش البطولة، سيبك من ان احنا النادي الاهلي ودايما بندور على المكسب، كنت شايف البطولة سهلة كنت شايف صعبة جدا؟ الصراحة كنت شايف ان هي سهلة، عشان ده بيبقى ناتج عن الافرت اللي احنا بذلناه قبلها. يعني احنا كنا بذلين افرت كبير قوي قبل البطولة يخلينا اللي هو احنا اوريدي احنا جاهزين فيزيكال وتكتيكال وكل حاجة. يعني لو احنا اكيد هننزل قدام اي فرقة هنبقى اعلى منهم في الحاجات اللي هي سبب المكسب. بس برضو انا عاجبني كلامك جدا. يعني وعايز حضرتك تشاركنا في الحديث معلش. طبعا. هو مؤمن بمجهوده، مؤمن باللي عمله. يعني هو شوف قال لك ايه، قال لك احنا مش احسن لعيبه في مصر، هو قال لك احنا داخلين واحنا عارفين ان احنا اللي باذلين مجهود اكتر، فاحنا اللي ان شاء الله هنكسب. ده صح من ناحيه نفسيه؟ صح في الناحيه النفسيه في حته عشان بس في حته في الناحيه النفسيه بيسموها الاكسبكتيشنز، اللي هو انت داخل بتوقعات معينه. ممتاز. جوه الماتش احنا دايما بنقول للعيبه ودايما بنتكلم مع الكوتشز وبنتكلم مع التيم ان التوقعات تدار ان حضرتك لازم تحولها لاهداف، والاهداف تدار انك لازم تحط لها خطوات وادوات معينه. الله. والادوات المعينه والخطوات دي لازم اللاعب يبقى عنده 100% كوميتمنت، لازم يبقى اللاعب ملتزم بيها التزام تام. عشان كده احنا دايما بنقول للعيبه حضرتك لازم تتراست الخطوات، يو دونت تراست النتيجه. انت ما ينفعش تتراست النتيجه، انت يو نيد تو تراست. ركز في اللي بتعمله. ركز في اللي بتعمله. الله عليك. فهو اللي بيقوله غنيم صح، في حته مهمه جدا ليها علاقه بالكونفدنس، دي تخبط قوي في اللي بيقوله عمر غنيم، انه الانترنال كونفيدنس بتاعك بيجي ازاي؟ ان حضرتك بتحس انك بتبذل مجهود قوي جدا 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 في التدريب، فبتنزل عندك نوع البيليف سيستم بتاعك بيشتغل. الثقه بالنفس وان انا اي بليف ان انا قوي واقدر اجيب البطوله. انا متمرن مذاكر، لان طبيعه التمرينه ما بتبقاش سهله، انت بتعلي البار على اللعيبه، بتخلي البريشر في التدريب قوي. احيانا بنخلي البريشر في التدريب يبقى اعلى من البريشر المتوقع جوه الكومبيتيشن، فلما ينزل الكومبيتيشن مطلوب. صح. وفي نفس الوقت الثقه بالنفس دي ما تتهزش، لان انت ممكن تنزل. على فكره كره الميه لعبه تنافسيه، تعتبر اللعبه اصعب لعبه في العالم، تتحط رقم 3. عنيفه رقم 3 في العالم. لما حضرتك بتنزل جوه الميه الاحتكاك البدني بيعلي الاجريشن. صح. الاجريشن اللي هو العنف. اللي جاي من اجريسيف، لعبه عنيفه. صح. عشان كده احنا عندنا حته مهمه جدا لما بنتكلم مع اللعيبه، اللعيب محتاج يحترم نفسه، يحترم الكوتش، يحترم الاوبوننت المنافس، يحترم الفانز، يحترم الناس اللي بتشجعه، يحترم زميله، يحترم الحكم، يحترم النتيجه. لما يبقى نازل عنده الليفل ده من الاحترام جوه دماغه هتسهل له الدنيا. بتسهل له الدنيا. عشان كده انت في فرق بتعرف تعمل ريمونتادا، بتعرف تعمل كامباك. الكامباك ده بيجي منين؟ ان انا ستيبل وشايف العناصر كلها ستيبل وكالم وعندي ثقه في البرفورمانس والخطه اللي عندنا. لو انا فقدت ثقتي ان النتيجه بقت عليا انا رحت عشان انا خسرت نفسي في الاول جول ماي. الجميل انه كله لانك عامل لينك مع بعض، يعني التمرين اداله ثقه، بس احنا عايزين نوجه الثقه دي في حته بالظبط معينه بحيث ان ما تبقاش يعني اوفر كونفيدنس وما تلطش معايا ان انا بركز عايز النتيجه، لا ده انا ركز في الاداء. الدنيا بتكمل بعض، وده الكلام اللي انا قلته لحضراتكم يمكن يعني قبل اللقاء، انه الناحيه النفسيه اصبحت
جزء لا يتجزأ من شغل اي مدير فني. بس استاذنكم نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل، لسه عندنا كلام كتير مع نجوم المنورين في الاستوديو، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن عمر غنيم لاعب الوتر بولو الشباب في النادي الاهلي، اجيلك. الناس فاكره الرياضي مرفه، فاكره الرياضي الراجل بيروح تمرينه ومتدلع والدنيا. طب خلينا ناخد مثلا مثل معاك، انت يومك بيمشي ازاي في اليوم اللي بيبقى عندك فيه تمرين؟ انا يومي بيبتدي من 6 الصبح. بتصحى 6 الصبح؟ طبعا بصحى قبل كده كمان ساعات عشان بيبقى عندي تمرين الصبح. بيبقى معتمد على الفيزيكال بس، التمرين ده اللي هو بيبقى عوم فيتنس، ده بيبقى الصبح. الصبح يعني مثلا ممكن يبقى تمرين 6:30 7:00؟ 6:30 7:00 عادي جدا، نازل الميه وقاله واحنا في الشتاء، لحاف في الشتاء عادي، قاله انت ونازل واحنا بنتغطى، ولو بالزبط. بس ايديك كشفت اتلج، احنا بقى بنبقى عادي بالمايوه والجو تلج عادي جدا في الميه. بالظبط. ماشي، بتصحى 6 مرن 7 7 لـ 8، تمام، 7 لـ 8 تروح جامعتك؟ اروح جامعتي. الله، بخلص جامعه بقى يعني على الساعه 4 5. انت بتدرس، مش هنقول اسم الجامعه، بتدرس ماده ايه؟ لوجيستكس. صعبه؟ ماشي. طيب بس تقعد في الجامعه دي ما بتقعد يعني؟ في الاغلب بيبقى بخلص الساعه 4 5 اراوند الوقت ده يعني، ما بيبقاش قبل كده. ما بيبقاش قبل كده. عندك تمرين بعد الظهر؟ بالظبط، بيبقى الساعه 8، فيا دوب اللي هو لازم اروح اتغدى وبعدين اغير وانزل تاني اروح التمرين. الساعه 8 بيبقى من 8 ل 9 جيم او فيتنس. بخلص بنزل ميه، التمرين بيخلص على الساعه 12، برجع اتعشى وانام. انت يا دوبك تنام لك 4 5 ساعات. بالظبط، واعيد السايكل تاني. مفيش صحاب، مفيش خروج، مفيش الكلام. بنسبه كبيره بيبقى هو اليوم او اليومين اللي بناخدهم اوف هم اللي ممكن عايز اذاكر ولا اخرج ولا بالظبط نفسك ما خرجتش. فاللي هو ممكن ابقى نص اليوم ذاكرت ونص اليوم خرجت، في اوقات ما بخرجش خالص عشان بيبقى عندي امتحانات فلازم اخلص حاجتي في كل طب في عمر اليوم ده. انت سعيد بحياتك كده؟ انا الصراحه سعيد جدا، عشان انا الفتره الاسبوع اللي انا بفضل مطحون فيه تمرين ده انا بالنسبه لي بيبقى ده خروجتي، ما ببقاش متضايق يعني. فرحان وحابب بالله. طبعا. طب انت على المستوى الشخصي يا عمر طموحاتك ايه؟ نفسك ايه؟ نفسك تحقق ايه؟ يعني احنا عشنا يومك، يوم صعب، يوم بتضحي، مش يوم، دي حياه كامله، لان ده سايكل بتتكرر. وحتى في الاجازه في الوقت الناس بتخرج فيه انت نفس السايكل دي. طيب طموحاتك انت بتعمل مجهود ده ونفسك تحقق ايه؟ اكيد نفسي احترف بره يعني، ابقى بلعب بره، اكيد ده حلم اي حد يعني. عايز ويندو تخرج؟ طبعا. مركزك ايه يا عمر؟ سنتر. سنتر، سنتر ده مطلوب يعني. يعني سنتر ده مركز، انا كنت بحب الوتر بولو جدا جدا وكنت بحضر لها ماتشات وبحب اتفرج عليها، لانها انا بحب اللعبه العنيفه، ما بحبش الالعاب السوفت يعني. او سنتر ده عنف بس، عنف بس ملوش غير في الضرب وضهرك، بتلعب ضهرك وبوشك وبتلعب بكل حاجه. طيب شايف ده اتحققه ازاي؟ هل ممكن من خلال جامعه ولا من خلال تالق مع النادي ولا خلال يعني؟ برضو زي ما قال الدكتور، قال لك بيبقى ليك التارجت، هدف اكسبكتيشن، توقع ليه، طريق تمشي فيه ازاي؟ لا، هو اكيد اسهل طريق لي يبقى مع النادي، ان انا المفروض لما اثبت نفسي وده يخلينا نقدر نطلع بطولات بره، بطولات وديه بره او بطولات رسميه. وطبعا مستواي في النادي ممكن يخليني، انا متاخد في المنتخب، ده يخلينا لما نسافر سفرات المنتخب يعني. سنك الصغير ده متاخد ما شاء الله، 20 سنه ما شاء الله. بس يخلي الفرق الثانيه بره مصر تشوف اللعيبه اللي في المنتخب عموما، فطبعا ادائهم هو اللي بيأدي اللي هو انا ممكن احترف بره بده. دعم اسرتك، والدك والدتك، انا ليه دايما بقول الكلام ده؟ عشان نبقى عارفين انه اللاعب طالع من خليه هي الاسره. دعم والدك والدتك ليك شايفه ازاي؟ شايف ده كان ليه دور كبير في حياتك؟ اكيد طبعا كان ليه دور كبير يعني، هم كانوا على طول واقفين في ظهري من ستارتنج خالص، من اول ما بدأت على طول بيسبورت مي في التمرين، على طول فضلوا ورايا لحد ما خلاص بقيت انا اللي معتمد على نفسي ان انا لازم خلاص اكين اون التمرين ده على طول وعلى طول اروح، بس الستارتنج لازم هتبقى عليهم طبعا. طب انت ليك اخوات اكبر منك كانوا بيلعبوا؟ لا، اصغر مني. يعني انت يعني اول فرحتهم زي ما بيقولوا في الرياضه. بالظبط. طيب سؤال هساله يمكن طالما دخلنا في الاسره، ليه الوتر بولو؟ يعني هل كنت بتلعب سباحه وبعد كده رحت ووتر بولو؟ انا لعبت سباحه بالظبط 3 4 ايام بالعدد، مش اكتر من كده. بالظبط. بس ده العكس غريبه، انت المفروض بتقعد كتير. المفروض، هو المفروض ان انا اقعد كتير في السباحه وبعدين اطلع ووتر بولو، بس انا لعبت سباحه 3 4 ايام. الكابتن قال لا، ده الاتيتيود بتاعه مش انه يبقى ملتزم على سيستم وسباحه وكده، لا ده واحد اجريسيف ونفسات. بالظبط، فلازم يلعب ووتر بولو. فاكر مين المدرب اللي قال كده؟ كان اسمه كابتن نجيب الله يرحمه، ده كان في نادي الزهور قبل ما اجي الاهلي اصلا كمان. يعني بص، انت فاكر رؤيه مدرب؟ طبعا.
بتودي لعيب في حته ثانيه. طبعا. يعني انت شوف حطيت في حته ثانيه وابدعت فيها، ابدعت انت في منتخب مصر. ممكن لو كنت في السباحه ما كنتش هتبدع كده، كنت أيوة ممكن طبعا. تشتغل يعني تلعب شويه وتبطل. سبحان الله. يعني برضو اجي لك بقى دكتور، يعني اخد بقى من عمر اجي لك. الاب والام ليهم دور مهم جدا. الاب والام ممكن يعملوا من بطل زي عمر وزي محمد حامد وزي ادهم صقر كانوا معانا النهارده، وممكن الاب والام بدون ما يشعروا يبقوا حاجه سلبيه. اشرح لي دور الاب والام ايه يا دكتور. هو الوعي في الحته دي مهمه جدا للاب والام، لانه انا متفاهم. وعلى فكره انا اب، انا عندي بنتين وولد والثلاثه بيلعبوا رياضه، فانا بتكلم من خلفيه فاهم اللي بيحصل. الاب والام اي رد فعل بيعملوه او اي سلوك بيعملوه بيبقى دايما الهدف منه ان هم يخلي ابنه احسن، مفيش شك طبعا. بس احيانا كتير صراحه الابهات والامهات مش فاهمه انه لو لعب دور غير الدور بتاعه ممكن يجيب نتيجه عكسيه. مثلا الاب اللي بيلعب دور المدرب، الاب اللي بيلعب دور الاوبزرفر اللي هو بيقيم الولد، انت ايه اللي خلاك تعمل كده، حد يضيع كره زي دي، حد يبصص يلومه دايما، يفضل يلومه يحطه في البليمن كريتيك سايكل اللي هو انت في حاجه غلط بتحصل بسببك، انت بتنزل ملعب ما بتعملش، انت بتعمل او مثلا لما يخسر البطوله والولد ما يكونش مثلا فاز او ما كانش بيساهم في اللعب بطريقه كويسه، تلاقي الاب خد بعضه ومشي ويسيب الابن نص الماتش او سايبه مش موجود، فيجي الولد يبص ما يلاقيش باباه ومامته موجودين، او اب ممكن يوصل ان الولد لما انا على فكره بكلمك امثله تحصل انا بشوفها يا دكتور بعين. بتحصل. او تلاقي اب وام مثلا خد ابنه في اوضه على جنب ضربه وسط الناس او شتمه، انت بتلعب كده ليه؟ امال انا بصرف كل ده عشان ايه؟ امال انت بتعمل ايه؟ هو الاب بيعمل كل الكلام دافع عايزه احسن، بيدافع ان هو يشد عليه عشان يبقى كويس. الصراحه ده بيعمل العكس تماما، لسبب احنا ربنا سبحانه وتعالى كأباط وأمهات خلقنا عشان نبقى الدعم الغير مشروط لولادنا. الدعم ده دعم نفسي ودعم مادي ودعم له علاقة بالمجهود بالوقت اللي انت بتروح وبتيجي معاه لوجيستكس كلها. الدعم ده مطلوب في كل الأوقات، في أوقات المكسب مطلوب دعم، في أوقات الخسارة مطلوب دعم، في أوقات البرفورمانس بتاعه والأداء بتاعه تحت مطلوب دعم. ممكن بدل ما تقعد تعنف ممكن تتكلم تقول له تفتكر انا ممكن اساعد ازاي؟ تفتكر محتاجين الفتره اللي جايه نشتغل على ايه؟ تحب اكلم الكابتن بتاعك؟ هو ينشئ نوع من انواع التواصل ما بينه وبين الكوتش، اللي ناقص ابني عشان انا اشتغل عليه او اساعد حضرتك انك تشتغل عليه. لو الاب لعب دور الداعم قصاد ابنه ده بيعلي حاجتين، السيلف وورث اللي هو الولد حاسس بقيمته عند بابا ومامته انه حبهم ليه غير مشروط، ده نمره واحد. نمره اتنين بيعلي السيلف كونفدنس عند الولد ان هو بيحس انه عادي انه يغلط وعادي انه ما يقديش، نشتغل على الحاجات اللي ناقصاني، اشتغل على الحاجات اللي ناقصاني وما فيش مشكله ايه اللي هيحصل. اذا افهم من كلامك يا دكتور ان الاب والام وكل اب وام ليهم حد رياضي في الاسره لازم يكون دعم غير مشروط. طبعا دعم في الوقت اللي هو كان فيه وحش قبل ما الدعم اللي هو فيه كويس، مش بالزعيق، مش انت ولا بالتعنيف ولا باي حاجه خلص. دايما بتتكلم وتفتح مع حوار طبعا، تتكلم مع، انما مش ان انت توجهه تقول له ايه اللي انت عملته او تعنفه او يعني تتجاوز عليه بشكل بتشد عليه قدام زمايله، كل ده بيجيب نتيجه عكسيه خالص تماما تماما. انا بيجي لي ناس كتير جدا لما باجي اساله اقول له انت ما بتعرفش تشتغل ليه تحت الميه، يقول لي انا بخاف ان انا ما اعرفش ادي فيبقى عندي مشكله مع بابايا او عندي مشكله. طب هل لو طفل او لاعب بيحب ابوه وامه بزياده، بيحب والده ووالدته بزياده جدا، فهو ما عايز يلعب كويس عشان هم ما يزعلوش، ده بريشر عليه. ما هو خلي بالك مش ممكن ما يزعلوش بس هو بيحبهم، طب ازاي يتخلصوا من دي؟ احيانا هقول لحضرتك حاجه هي انا شفتها بالخبره، مفيش كتاب بيقولها بس هي بانت بالخبره. احيانا لما بتكون حضرتك داعم لابنك وكويس معاه بيتخلق عند الولد نوع من انا محتاج احسسك قد ايه اللي انت بتعمله معايا ده ايوه بيجيب نتيجه، فعايز ده بريشر، فده بريشر بس. مين بقى اللي بيحط البريشر ده؟ الولد. الولد مش الاب والام. طب نريليز ده ازاي؟ لازم الاب والام يقعدوا يتكلموا معايا ان انا بدعمك مش عشان. طب انا سمعت حاجه في الموضوع ده، سمعت ان ساعات بيقولوا خلي الاب والام ما يحضروش في السيتويشن ده، الاب والام ما يجوش. في سيتويشنز انا بنصح بيها الاب والام ان هم ما يحضروش، لو ان حضورهم او عدم حضورهم
بيشيل او بيضيف بريشر او نعم. بيحط ضغط زياده على الولد، ودي بتبقى محتاجه نوع من انواع الصراحه المطلقه ما بين الاب والام والولد. دكتور بجد انت كلامك ممتع جدا، للاسف الوقت مر سريعا، ان شاء الله نفضي جزء كبير من الحلقه ونقعد نستفاد من علم حضرتك. بشكرك كابتن احمد الحفناوي طبعا اخصائي اعداد نفسي وعقلي لفريق طبعا ووتر بولو، بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا لزوارك. شكرا عمر، بشكرك شكرا جزيلا. عمر جليل نجم الفريق وسنتر منتخب مصر ان شاء الله القادم، نورتني وشرفتني، وان شاء الله تلعب وتحترف بره باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دول كانوا ابطالنا النهارده، زي ما قلت لحضراتكم دايما عندنا النادي الاهلي مليء بالكنوز زي ما حضراتكم شفتوا النهارده. الحلقه الحقيقه كانت ممتعه جدا ليا على المستوى الشخصي، بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه اخرى مع بعض.